بدي احكي عن الـ static method وعن الـ وعن شو كمان عن شيء اسمه class method. فبدي احكي بس عن الفرق بيناتهم. اذا هون بتقول static method ففيك انت تفوت اي argument بدك اياها، مثلا a او i مثلا على اساس انه هيدا رقم. طبعا بسط الحياة مش بعرف نحط print مثلا i plus 1. طيب ف c dot sm هلا هون حيعترض لانه بلاش بدنا فيها this is sm2 نسيت اعمل لها هاي. اوكي فعلا هي اعترض لانه طبعا احنا بس عم نركز على هاي الباس ما عاد لها كثير أهمية لأنه حطينا برنت فالباس ما عاد لها أهمية. فمجددا اعترض لأنه missing one positional arguments، فهذا الاي لازم هذا يكون باس انت بدك تفوته. مثلا إذا بتفوت ستة ساعتها هلا بيطلع لك سبعة. بينما إذا بتقول له class class method فهذا الاي بيفهمها شيء تاني. هاي الاي بيفهمها مثل الكلاس كلها سوا او رفرنس للكلاس او تقريبا هيك شيء، يعني انه الكلاس كلها سوا يعني يعني الكلاس كلها سوا اكسسبل بتصير من هيك. طبعا مش انستنت من الكلاس، مش فاريبل، مش اوبجكت من الكلاس، مش فاريبل من الكلاس، انما الكلاس الكلاس كلها سوا مش انستنت يعني من طيب. فاذا هون بتقول له 6 فبيقول لك الستة هي مش هالكلاس. كمان هون حيعترض المفروض بيقولك SM takes one position but two were given. اي صحيح. فهون انت انت لازم تغض نظر عنها لحتى يفهم لحتى يفهم انه ما بعرف هاي شو الاهمية لحتى يفهم ساعتها هو بيفهم انه هذا الاي بيفكره الكلاس كله سوا لانه انا عامل له هون كلاس مثلا. اوكي فهذا مهم بيجي بيقول لك انه هيدا الاي اللي هون مفروض هي انستنس عن الكلاس او مش انستنس، هي الكلاس كلها سوا. اخي ما بعرف اذا الكلمة الصح هي رفرنس للكلاس كلها سوا. فبيقول لك شو يعني كلاس كلها سوا بلس 1؟ من بعدنا ما عرفنا البلس اوبريتور للكلاس بشكل انه اذا بتجمعه بانتجر 1 ما بيفهم شو بده يعمل بضيع. فعم بيقول لك ما فيك تجمع بين فور تايب اند انت، التايب هو معتبره مثل التايب كلاس. يعني مثلا اذا بتجي بتقول له بس لنأكد الموضوع انه ليش تايب نقراها unsupported operand types for plus type and int. طيب فهون اذا بتقول له type مثلا لازم لهون كان لازم ما بعرف كان بفضل يقول لي مثلا type c انه اسم الكلاس بس ما قال هيك. هيك الاحوال مثلا نشوف type. اوكي هذا شيء منطقي يعني هذا اللي صار واعتبر انه التايب تاع السي هو تايب. فاذا بتقول له سي هيك على الحال اوكي بيقول لك انه هي كلاس انت عرفتها بالمين. على كل بلا توصيل فاذا بهذه بالنسبه لكلاس مثلا. بينما الستاتيك مثلا مثل ما حكينا انه الاي هو لا شيء انت بتفوتوه بس هذا هو الفرق. طبعا لو بدي استخدم الكلاس منهم اذا انا عندي static method هذا الاي مثل ما اتفقنا print i plus 1 بيقبلها طبعا بشرط هلا يكون مثلا رقم. فلنقول انا بدي عيط ل بيعمل call ل sm2 مثلا، ساعتها بضطر اني اسمي اسم الكلاس كله سوا، ساعتها هلا بقعد بستخدمه. ف تعالوا هون نستعمل sm مثلا 4 ونعمل run لهاي run لهاي this is SM2 وطبع الخمسة. فإذا هذا شيء طبيعي. بينما إذا بتجي بتقول له class method أو أوكي فهذا الـ i مثل ما اتفقنا هذا الـ i صار هو الـ class كلها سوا. هلا هون بيقبلها ما في عنده مشكلة بعتقد. الاي هو ريفرنس للكلاس يعني مثل كان هذا الاي اللي هون مثل كانه هيدا السي مثل كانه هيدا السي نفس الشيء المفروض. فاذا بتقول له اس ام 4 حيعترض
مبنى يعترض، لأنه يعني هون هو بيكون منتظر إنه أنا مفوت له. لا، لازم يكون فاضي، لازم يكون فاضي. ساعتها هو لحاله بيفهم إنه هي هيك، هيك فيتنج يعني، هيك هو هيك. اللي مستعمل كلاس ميت لازم يكون بهالشكل، يعني مثل السلف، مثل السلف، بس هي السلف الانستنس، بينما هيدي مش الانستنس. فإذا عملنا راندا هاي سي دوت اس ام، هات عامل ران، فحيستخدم الاس، حيعيط للاس ام 2 تمام، ولكن مش مضطرين، فينا نعمل اي كمان نفس الشيء. هيدي هي الفكره، هيدا هو الفرق بيناتهم. في عجائب بتنعمل بالستاتيك، انه لما انت بتكون عم تحكي بالستاتيك، انا بعرف بجافا ممنوع انه تعمل هون مثل انستنشيشن لهي، بينما هون فيك. عم بحكي بالجافا ان كانت مثلا ستاتيك، انا غلط، ستاتيك مثل الكلاس، الا تفرق بيناتهم يعني، خليها ستاتيك. بالستاتيك اذا هيدي ما بنهتم لامره، اساس ما بنفوت شيء. فاذا عم اشتغل جافا هون بقول له مثلا 5 اوكي، ف سي 5 هون شو عم يعمل؟ هو عم يعمل كول، عم يعمل انستنشيشن. انا بعتقد بالجافا هي ممنوع. هلا الاي ما بيفهم شو اياها، بس عم اقول له سي وخلص بلاها، هي فهمنا الفكرة. هون عم بشرح هلا شيء تاني ما له علاقة بال، ف هي بالجافا ممنوع. و هيدا نعملها في دوت اس ام، ما اعترض. حتى اذا تعمل كمان فيك ترجع ال return مثلا، عارف return بدها parentheses، ف خلينا هون variable سي صغير مثلا. اوكي، فهون اذا بتقول له سي دوت يا سي دوت فال 1 تمام. فهذه بجافا انا بعرف ممنوعه، لانه جوات الستاتيك ميثود عنده كتير ريستريكشن على كلمه ستاتيك. يعني بجافا لما نعمل ستاتيك ميثود بيمنعك انه تعمل اي انستنس جواتها ل لحظه مش عارف والله بصراحه. بعتقد بيمنعك تعمل انستنس ل مش عارف، بس انا متذكر في شيء بالجافا هيك انه ممنوع، بس اذا كانت ستاتيك ميثود انه على كل الاحوال. فهذه هي الفكره، بتعمل اشياء رائعه كثير ببايثون. بايثون جدا رهيب يعني انه اوكي. انا بس كنت عم بحكي بالكلاس، لفت لي نظري هون، مثل ما اتفقنا هذه السي ال اس هي بالكلاس ميثود، هي الكلاس بحد ذاتها ما في شي كتير مهم، بس كان هذا شي تاني كنت عم شوفه. أتمنى لكم التوفيق.